والله مو مرفوع لحد السيارة. الحمد لله. أي من نايم فوق شام؟ الحمد لله شكرا على سلامتكم. إن شاء الله. هذا أبو. يلا روح. ها خلاص. يلا إيه بعد. استقبلنا اليوم الثلاثاء 19 من نيسان من جراء انفجار سيارة مفخة في حي السلام، 7 جرحى، 5 من أدهم نساء، طفل ورجل واحد، معظمهم مدرساتهم، الإصابات مالتهم بين متوسطة وخفيفة. داخل المجمع اشهر اثار الوصول.